للمرة الأولى يشاهد العالم الفرق بين زيارة رئيس الحكومة العراقية السابعة مصطفى الكاظمي إلى مقر هيئة الحشد الشعبي والزيارات التي كان يقوم بها من سبقه من رؤساء الحكومات السابقة. كثيرة هي الفروقات وأكثر منها التحليلات والقراءات، لكن ما لفت انتباهنا في هذه الزيارة كم الرسائل ونوعها ووجهاتها والتي توزعت إلى هذه الوجهات. رسالة أو بمعنى أدق مجموعة رسائل وجهها الكاظمي إلى هيئة الحشد الشعبي، أكد خلالها أن الحشد الشعبي حشد العراق وليس حشد سواه. اليوم نحن في مرحلة جديدة، وأقولها بكل صراحة، هذا الحشد مو حشد أحد، حشد العراق، حشد الوطن، وهذا الحشد كل العراقيين. لهذا السبب تأسس هذا الحشد وسوف يستمر بهذا المعنى، وأنه أي الحشد الشعبي جزء من المنظومة العسكرية العراقية وليس كيانا منفصلا. قوة الدولة عندما تكون منسجمة مؤسساتها، ويجب أن نعمل سوية على روح هذا الانسجام، والحشد الشعبي هو جزء من السياق القانوني للدولة. أكرر حتى ننهي هذا السجال، الحشد موجود ضمن الإطار القانوني، وعليه أن نوفر كل حماية والصيانة لكرامة هؤلاء الأبطال. الرسالة الأخرى وجهها الكاظمي إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي تحثه على التعاون المثمر معه. أطلب من السيد رئيس هيئة الحشد أن يتعاون مع الجيش العراقي، مع الأجهزة الأمنية، وأنت عنصر فعال. المرجعية الدينية كانت حاضرة في رسائل الكاظمي حين قال: والمرجعية الرشيدة تعرفون جيدا أنها تحمي العراق، لا تميز بين عراقي وعراقي. وكذلك ولما تبقى من إرهابي داعش الذين يحاولون العودة من تحت الرماد، وجه الكاظمي هذه الرسالة. ليسمع داعش جيدا، سننطلق قريبا في عمليات عسكرية واسعة وبدور كبير ومساهمة أساسية للحشد الشعبي للقضاء على هذا العدو، على هذا الوباء. نعم. رسالة أخرى وجهها الكاظمي إلى دعاة الطائفية وإن كانت بصورة غير مباشرة، حين أكد أن العراقيين جميعا شعب واحد يربطهم تاريخ ومصير واحد ضارب في عمق التاريخ. التاريخ كلنا نحن أبناء أحفاد إبراهيم عليه السلام، جذورنا من التاريخ. نحن ليس دولة هامشية، دولة لها امتداد تاريخي كبير. لا تستهينوا أيها الأخوة يا الأحبة بجذوركم وتاريخكم أبدا، ولا هذه التضحيات وتقارنوها بالتاريخ تلقوها ملاحم القامش في صدر الإسلام. هم كلهم كانوا آبائنا وإجدادنا، فأنتم أبناء هؤلاء الأبطال الفرسان. لا نستهين. ولم يغفل الكاظمية في تطمين الداخل العراقي الشعبي والعالم الخارجي حين قال: فأهمية روح الانضباط لإعادة هيبة الدولة والمساهمة باستعادة سمعة العراق على الصعيد الداخلي الشعبي وعلى الصعيد الخارجي. إذن وفي دقائق معدودات وبشجاعة وقوة وبصورة مباشرة ومن مقر هيئة الحشد الشعبي، وجه الكاظمي رسائل عدة لجهات عدة أثلجت صدور العراقيين جميعا. ينام بالأرض ويخلي الأمرأة العجوز تصعد على الظهر حتى تصعد بالبيكاب، هذه الصورة لن أنساها.